بخير الف خير سايق قلت اجي ندير واحد ستوريج وانا سايق غادي نقضي واحد الغرض وفي نفس الوقت قلت اجي نستغل الطريق غادي اللي غادي نبقاو غادي نفهم شويه لان فيها 60 80 ماشي نستغلوها ندير واحد ستوريج وقليل فاش كندير ستوريج بحال هكا كنعرف حنا دزنا في واحد المجتمع فهمتي كيهتم بالمظاهر بزاف وكيهتم فهمتي كتعيش حياتك كامله حتى انت كتسناري متى دير شي مظاهر فهمتي وانت باقي صغير وباقي جون كيولوا كيدخلوك الفلوس اول حاجه باغي دير هي باغي تبين ان راه عندك هادشي كامل دزنا منه وبحكم الظروف واش تزادينا وبحكم فهمتي داك النقص اللي كان عندنا كتحاول تحاول تخرجو فهمتي ديك اللعبه انا راني عندي وللاسف فهمتي كونتربرونور ومسلككش ديك القضيه فهمتي لان داكشي اللي عندك خاص تمشي تزيد تستمر وتخدم به وبزاف ديال الدراري كياخذوا داكشي اللي عندهم اللي غادي يمشي ممكن انفيستيو ويزيد يكبروا وكيصدق مع انفيستي فهمتي في شي طوموبيله شي شيت اللي ما عنده حتى شي قيمه اللي كيفقد القيمه ديالو اللي ما تجي تدخل ليه حتى شي فلوس بالعكس كيجي يخسروا وغادي يزيد يخسروا هاد الفيديو هذا درتو لان فهمتي ممكن شي ناس يكونوا كياخذوا قدوه اكزامبل فاكين اكزامبل واخا يا موت ا جود اكزامبل فهمتي خذ مني داكشي الزوين ما تاخذش مني داكشي الخايب لان فهمتي تقول هذاك المهضر فكر شرا طوموبيله حتى انا خصني نشري طوموبيله نو اتس نوت لايك ذات الطوموبيله هادي فاش راك كاين اللي يقول لك عاون انت شريتي الحديد الساط ديما تمشي على حساب شحال عندك وشحال سميتو هاد الطوموبيله ديما كتسويش حتى 1% من راس المال وما كتسويش حتى 10% من داكشي اللي دخلنا في البلاك فرايدي غتمشي تحط فلوس كامله الساط لا راه ما كنحش فلوس ديال هادشي راه مشات ليا طوموبيلتي مشات لي طوموبيلتي لان تحطيت بها تحطيت بالطوموبيله ديالي داتها ليا واحد السيده لانها ربحاتني فهمتي لانها بنت ودارت تبارك الله شي حاجه كبيره اللي ما عادش شكون كتوقع انها ديرها يعني في الانترنت في السيلز في المبيعات دارتها ودات لي الطوموبيله وشريتها هادي اما صات تكون عندك شي بركه قليله وتمشي تحطها فهمتي تمشي تحطها في شي خرشاشه وتمشي ليك وترجع للزيرو ما عندها حتى قيمه سي ميو دوك الفلوس تمشي تانفيستيهم في شي حاجه اللي تزيد تقل لك اكثر شي حاجه اللي تجيب لك فلوس ماشي هادي وكاين صم ذا فاكرز ملي كدو مع بهاد العقل هادو كتقول ليه الساط راه غادي يمشي لك فلوس وترجع للزيرو كيقول لك انا باغي نعيش واش كل اللي ضمن لي غادي نعيش وانت كتقول لنا 2020 شكون اللي ضمن لك غادي تعيش حتى 2020 الساط راه الموت نعمه راه الا متي غتموت راجل العكس الا بقيتي حي وما بقاوش عندك الفلوس وفلوسك ساله ودوزتي ايام تتفرعين ورجعات بك للزيرو غادي تعيش بلا ما نقولاش غادي تعيش على حقيتاش ما خايبه نقولها والخوت كاع غادي يجيو يشتفوا عليك ديك الساعه مزيان نديرو واحد الكلمه قال غادي تعيش مبهدل سي ميو تموت وما تعيشش مبهدل الصاد خطار تموت ولا تعيش مبهدل سي ميو اخي انا نقفط الموت على نعيش مبهدل لونتربرونور كيبغي يعيش راجل ما عمرو يمدي حتى نهار يموت وحتى لا ما تيموت بالعز هاد الاكزامبل ديال الناس اللي كيقول لك انا اش ضمن لي نمشي اخويا نشري طوموبيله ونشري موطور ونتفطح شكون اللي ضمن لي انا نموت بعد غدا الساط الا متي احمد الله انك متي الخايبه هي ما تموتش تبقى معانا هنا وتعيش من بعد لا الساط هذه هي اللي خايبه علاه يقدر تشوف بزاف ديال لي زونتربرونور تشوفوه لاباس عليه فورد لاباس عليه باقي راكب على موطور لاباس عليه وبخير عايش بخير عرفتي علاش لانه هنا حس بخير هنا حس انه مزيان ما ناقصه حتى حاجه ما عايش مبهدل لان انت كتقلب على الشكل انت كتقلب انك تبان مزيان وتبان واعر ماشي هذا هو احسن شعور في هذه الكره الارضيه اللي كنعيشوا فيها احسن شعور في هذه الكره الارضيه هو الفريدوم وما تمدش يديك وما كتسنى حتى شي واحد ما كتسنى حتى شي خونا يعطيك ولا شي واحد يعطيك احسن شعور هو الغنى فهمتي في غينة على بنادم في غينة على شي واحد يعطيك كتنوض مع الصباح كتمشي تخدم لانه كتبغي خدمتك وباغي تزيد اما راه ما كتسنى لا فلوس لا حتى حاجه هذا هو احسن شعور ماشي هو تعيق على بنادم تبان واعر هاد الهضره اللي قلتها لان كاين بزاف ديال لي جون الحمد لله دابا ولاو كيدخلوا فلوس ما بغيتش يكون الطموح ديالك هو الاول تمشي تجري تحطهم في شي خرشاجه صاد تستعمل دوك الفلوس بواحد الطريقه عقلانيه اللي يدخلوا لك فلوس اكثر ودير بهم شي حاجه زوينه اللي تزيد بك لقدام ماشي تردك وما تبقاش تجاه في الشكليات فهمتي على حقيقه سام فريندز اللي هما صحابي اللي كنحترمهم بزاف اللي فيهم بالفلوس فايتيني فهمتي كنعرف واحد خونا عنده 16 طاكوس في المغرب كيدخل اكثر من 100 مليون من الانترنت في الشهر وصايق طوموبيله بيجو عادي وكنعرف سام فاكين مليونيرز اللي هما حتى هما صحابي اللي كنريح معاهم راهو مليونير وصايق فورد ولكن انت رسم لك واحد الصوره غالطه ديال المليونير كيضرب رولكسا كيضرب حديده كيلبس مزيان ذيس از شيت هادي عقليه وهاديك الصوره اللي كيرسموا كيرسموها الفاكين نيو مليونير يعني الناس اللي الله بتي عنده تيتنبؤوا انه جاو لي مليونير باش كيرسموا لك ديك الصوره ديال دخلتي فلوس اش سربي 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 خسروهم عندنا فاش تخسروهم باش تبين ها كيفاش خاص تولي باش نقولوا راك انت فاكين مليون ولكن المليونير ديال بصح دي دونت جيف ا فاك اباوت يو ماشي تسوق لك هو تيتسوق انه ما عمرو غادي يحتاجك
ومعمره غادي يعيش واحد الحياه زوينه، غادي يتهلا في راسو، غادي يتهلا في عائلته، ومعمره غادي يحس داك الشعور ديال الحاجه وانه محتاج الفلوس. عرفتي داك الشعور ديال ما كتتسنى حتى شي حاجه وما كتتسنى حتى شي حاجه من شي واحد، وعيش بخير وما خصك حتى خير، وملي في راسك وملي في عائلتك. هذاك هو احسن شعور، فهمتي؟ ماشي الشكليات والمظاهر. وفي داركم راك ما مليش في الوالده ديالك، الصاد فكر مزيان.